بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بحضراتكم في كلام من القلب. في ناس الكذبة عندها صنعة وفي موهبين، يقولوا الكذبة ببراعة ويكونوا ليها مصدقين، ناسين ان الكذب في يوم لو نجاهم هيجي اليوم اللي يبقوا فيه مكشوفين، ومهما طال الزمن الحقيقة بتبان، اصل الكذب عمره ما كان ليه رجلين. الكذب صفة مكروهة ومذمومة مفيش كلام، لكن كتير من الناس بتستخدمه كستار للتجمل وعشان يطلعوا في أبهى صورهم، وناس تانية بتستخدمه عشان بالنسبة ليهم هو الطريق الأسهل للخروج من أي مشكلة أو للهروب من العقاب، وناس ثالثة بقى بتكذب لمجرد الكذب حتى لو مفيش أي مبرر واضح. إزاي بقى نفرق ما بين الثلاث أنواع؟ ده هيكون كلامنا النهاردة إن شاء الله مع الأستاذ الدكتور عبد الناصر عمر، أستاذ الطب النفسي. أكيد برحب باتصالات حضراتكم وأسئلتكم. دكتور عبد الناصر السلام عليكم، اهلا بحضرتك. يعني يمكن اخر مكالمه كانت في الحلقه بتاعه السبت اللي فات، كانت متصله بتشتكي من ان زوجها بيكذب طول الوقت بدون اي مبررات، وده يخلينا نسال، هو الكذب ده ايه، مرض ولا دي صفه موجوده ولا هو ايه بالظبط؟ خلينا كمان في البدايه نعرفه يعني ايه الكذب. الكذب اولا هو ده مرض، الناس كلها مرضى يعني لو بتكلم على الكذب، عشان مفيش حد ما بيكذبش. مفيش حد ما بيكذبش. بصي، هو خلينا احدد لك بالنسبه لنا احنا الكذب يعني، الكذب يعني اختلاق شيء لم يحدث. تمام. لان لازم تفرقيه عن المبالغه. تمام. يعني ممكن اقول لك انت حلو قوي النهارده، كويس؟ فانت اصلا حلوه، ما اقول لك حلو قوي النهارده انا ببالغ جدا. لكن لو انت وحشه اقول لك انت حلو قوي كده انا بكذب. فاهم الفرق؟ يعني دايما الكذب اختلاق شيء مش موجود اصلا. الكذب جزء لا يتجزأ من الطبيعه الانسانيه، يعني مفيش حد في الدنيا بيكذبش. لم يوجد يعني، كويس؟ وكان عاملين بحث ظريف جدا، ان جابوا ناس بتتكلم، ناس مختلفه يعني، مده 20 30 دقيقه، لقوا ان خمس ناس كانت بتتكلم كذبوا خلال 20 30 دقيقه دي مش اقل من 4-5 مرات. تمام. يعني الناس بتكذب كما تتنفس يعني. وطبعا اكتر ناس بتكذب السياسيين مثلا. السياسي لو ما كذبش يبقى مش سياسي يعني، قصدي. فبالتالي الكذب جزء من الطبيعه الانسانيه. امتى الكذب يبقى مشكله؟ كويس. وهو دي بقى المشكله، المشاكل امتى؟ لما انت بتكذب لتاذي، عشان تاذي. في ناس بتكذب وبتاذي. في ناس عندها حاجه اسمها اللي هنسميها باثولوجيكال لايرز، هو الكذاب او الكذب المرضي. كذب مرضي. في ناس عندها حاجه اسمها الكذب القهري، ان هو ما يعرفش ما يكذبش، ما يعرفش ما يالفش. وبالتالي لو بتكلم على الكذب العادي كل الناس بتكذب، وانا اتحدى اي انسان موجود على ظهر الارض ان هو يقول انا ما بكذبش. صعب جدا جدا، حتى لو كانت الكذبه خايبه يعني، حتى لو زي مثلا زي ما بنقول كذبه بيضاء. المصريين يعني. طبعا الكذبه الشهيره جدا، انت فين دلوقتي؟ انا ما فيش 5 دقايق وجاي لك يعني. دي مثلا قدامه ساعه يعني، وهو اساسا لسه ما نزلش من البيت. دي كذبه عاديه يعني، ده تصرف طبيعي جدا. كويس يعني، ده كويس. او ما جيتش امبارح ليه؟ اصلا انا راحت يعني، قصدي كويس. فالكذب ده طبيعه انسانيه. امتى المشكله تبقى مشكله؟ المشكله لما يبقى عندي باثولوجيكال لاير. باثولوجيكال لاير، الحاله اللي حضرتك بتتكلم عليها دي يا دكتور، هل هنا بنقول عليه كذب ولا هو يعني محايله عشان خروج من موقف معين؟ ما هو ده كذب. كذب، بس كذبه بيضة يعني. في كذبه بيضة يعني، في كذب محمود يعني، في كذب ان انت ما توديش نفسك في مشكله، او ما توديش حد تاني في مشكله، أو يعني تأذي مشاعر حد، أو تأذي مشاعر حد يعني، قصدي يعني لو واحده وحشه قالت ايه رايك، ولا انت وحشه، يبقى بايخ قوي يعني، يبقى بايخ جدا يعني، كويس. فهي الفكره ساعات بنكذب علشان نجمل الامور. والقصه الشهيره بتاعت حسن عبد القدوس، اني لا اكذب ولكني اتجمل، قصه في منتهى الابداع لطبيعه الانسان البشريه. يعني الانسان دايما بيحب يتجمل، ما بيحبش ابدا يظهر ما هو بطنه، لان احنا لو كل واحد فينا شال السوشيال ماسك، شال الوجه الاجتماعي الحقيقي بتاعه، هيعمل مشاكل جامده جدا. هتبقى مشكله جامده جدا طبعا، عارفه زي ارض النفاق بتاعت يوسف السباعي. معاك تليفون؟ معانا تليفون. لسه ما اتكلمناش عن الكذب. مدام ساره هنتكلم طبعا. مدام ساره السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي مع حضرتك. لو سمحت يا دكتور، انا يعني عندي من وانا صغيره وكده يعني، عندي ايه ان انا يعني نحيفه خالص وكده، وبعدين حاولت ان انا يعني ايه، سالت يعني دكتور وكده، فكتب لي على فتح شهي يعني اسمه مسجور وكده. فدي دكتور لما باخده ببقى مرتاحه وكل حاجه، بس لما ببطل بتعب خالص وبشيل اكتئاب حاد كده، وبكره الاكل خالص، والدنيا ببقى متضايقه خالص. مدام ساره. نعم. انت بتتكلمي على انك رفيعه قوي، وان أيوة الدكتور كتب لك دواء فاتح شهيه، لما بتاخديه بيأثر على نفسيتك وبيدخلك في دور اكتئاب.
ايوه لما بباكله، ولما بباكله يعني خالص ما باخدوش، بحس ان انا عندي اكتئاب شديد جدا. لما بتبطليه؟ ايوه تمام. وزنك كام كيلو؟ انا وزني كان 45. طولك قد ايه؟ طولي 160. طب كويس اهو. هو يا دكتور يعني انا عندي زي ما اكون يعني عندي حاجه زي ناقص في شخصيتي نافس، يعني مثلا انا عايزه ان انا ابقى تخينه وبس، لو خسيت بحس بتعب واكتئاب وكده. طيب حاضر يا بنتي، حاضر. طيب حاضر، تابعينا يا مدام سارة. مشكله ناس كتير ما فيش حد عاجبه حاله مبدئيا. طبعا بدي في مشكله كبيره جدا. ممكن يكون الموضوع طبعا ما فيش حد ابدا عاجبه شكله تحت اي ظرف من الظروف، لازم يكون في. بصي احنا التقييم بتاعنا بالنسبه للوزن بيخضع الى مقاييس علميه، بمعنى ان احنا عندنا حاجه اسمها الكتله الجسميه او البادي ماس اندكس، ان انت بتشوفي وزنك على طولك في نفسه. يعني مثلا بقسم هي 45 كيلو مثلا او 50 كيلو، بقسم ال 50 كيلو دول على وزن، يعني طولها مثلا 1.6 في 1.6. الايكويشن دي او المعادله دي لازم يطلع الرينج من 20 ل 25. تمام. ده الطبيعي. لو نزل اقل من 20 يبقى دي اندر ويت، يبقى ده وزنها قليل جدا، دي محتاجه تاخد علاج عشان ترفع وزنها. لو طول ما بين 20 و 25 ده مهم. اللي هي بتقول عليه ان في بعض الناس بيبقوا بتبقى نحيفه جدا وبيبقوا العياده ومتصرف جدا عايز تتخن، يعني بيبقى انا بس هي ما بتشوفش نفسها حلوه غير وهي تخينه. او جوزها عنده الفكره القديمه بتاعت ان لازم المراه تبقى ممتلئه، يعني لازم. طبعا احنا بندي ادويه ممكن جدا تتخن ما فيش مشكله، بس هي الفكره انا بقى اشوف هل فقدان الوزن ده يا لميا له علاقه بحاجات ثانيه ولا لا، يعني مثلا له علاقه مثلا باكتئاب، له علاقه بقلق، له علاقه بحاجات ثانيه. لو له علاقه بده لما بتعالج الاكتئاب والقلق العام بياكل كويس وبالتالي بيستعيد وزنه ثاني. فلما يبقى حصل فقدان وزن لازم ابحث وراه. فقدان اسباب عضويه، اسباب نفسيه، ولما اعالج الاسباب بيرجع الوزن، يرجع الوزن لطبيعته. تمام. طيب ناخد ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. معلش انا عندي سؤال للدكتور. انا عندي ابن اختي عنده مش عارفين، هو كل ما نوديه لدكتور مره دكتور يقول لا هو ما عندوش خالص توحد، واخر مره دكتور واحد بس هو اللي قال ان عنده صفه او صفات شويه من التوحد يعني. تمام. هو تصرفاته كلها طبيعيه، بس في حاجه واحده بس ممكن، يعني لما بنبص في عينيه عادي بيبص جدا، بس لما بنناديه مره يردوا 10 لا، مره يقول ماما وبابا ويتكلم عادي جدا، ومرات كتير لا، مره يخبط كتير كده على الترابيزه بايديه الاثنين. بس هي المشكله كلها في اني مش عارفين، يعني كل دكتور برايه. هو عنده كام سنه؟ معظم الدكاتره بيقولوا لا هو ما عندوش توحد. عنده كام سنه يا ام محمد؟ عنده 4 سنين ونص. 4 سنين. اتفضلي. فانا عايزه اعرف يعني هنشخص حالته ازاي؟ يعني ايه التخصص اللي ممكن يشخص حالته صح؟ حاضر حاضر، تابعينا يا ام محمد. مشكلة جامدة جدا التوحد ده، يعني هو طبعا احنا كان نفسنا الناس تعرف ان في مرض اسمه توحد، لكن بقى في عندنا رعب من انه يجي لاي ان يبقى عندي مرض توحد. في عندنا سمات للتوحد. يعني ممكن يكون انا عندي سمات توحد بس مش مريض توحد. تمام. هي نفس الفكره بالظبط، ممكن تبقى انت عندك اعراض قلق لكن انت مش قلقان، يعني ما عندكيش مرض القلق، ايه المشكله في الدنيا؟ فكتير جدا من الاطفال بيبقى عندهم سمات توحد وليس مرض التوحد. وده اختلاف جذري، لان مرض التوحد على فكره ما فيش اختلاف عليه. يعني قصدي لو طفل متوحد، لو جبتي واحد لسه داخل كليه الطب امبارح هيقول لك ده متوحد، يعني عنده اعراض التوحد او اعراض الذاتويه اللي احنا بنسميها اعراض الذاتويه. فكره ان هو بيتكلم وبيهزر وساعات بيجي وقت او لا، ده لازم يتشاف كويس، لازم بيشوفوه طب نفسي الاطفال. طب ما هي طب نفسي الدكتور الأطفال. بيقول لها ده عنده بعض السمات والدكتور تاني يقول لها لا. بص يا لمي، الفيصل في مرض التوحد ان الطفل بيفقد قدراته الاجتماعيه. ده فيصل، بمعنى ان انا عندي طفل كان بيتكلم كويس قوي وكان بيقابل الناس وبيسلم عليهم وبيحضنهم وبتاع، وابتدى كلامه يقل. مش كلامه يقل شويه بعدين يرجع يتكلم تاني، لا لا لا، كلامه الحصيله اللغويه ابتدت تقل، الكونتاكت مع الناس او الاتصال مع الناس ابتدى يقل، يعني ابتدى يحصل عمليه من هي اسمها الذاتويه، في ايه؟ ان الولد بينغلق على نفسه. فالفيصل او الكرايتيريا او العرض الاشهر ان انا كان عندي طفل بيتكلم وبيهزر وبيعرف كل الناس وابتدى يفقد قدرته على الكلام ويفقد قدرته على التواصل. لكن طفل شويه بيتكلم وشويه ما بيتكلمش، شويه تواصل شويه ما بيتواصلش، لا، في حاجات اسباب كثيره جدا لده. فانا مش عايزها بس يعني ايه، يعني تفزع وتجزع،
كويس. هي الفكرة التوحد احنا ما بنحبش نشخصه على 5 سنين خالص، يعني ممكن في الفترة دي طبعًا من 4 لـ5 سنين وياما اطفال تتظبط الموضوع، وياما اطفال اتقال عليهم توحد وبعد كده بقوا رجعوا طبعا هايلين هايلين، مفيش اي مشكلة خالص يعني. تمام. بما اننا بنتكلم عن الاطفال ويمكن بقت مشكلة عند اطفال كتير جدا فكرة الكذب، والكذب بياخدنا لجزئية تانية مهمة جدا وهي التأليف. يعني الطفل يبدا يالف حكايه وروايه انا رحت وجيت لا لا بصي خدي بالك، الام بتخاف لانها هو بالنسبه لها ده بيبقى ترجمته انه بيكذب، لا بيحكي مواقف ما حصلتش. انا امتى اكذب؟ اكذب لما اسالك سؤال وترد باجابه خاطئه، يعني مثلا ايه صليت ولا ما صليتش، تقول لي صليت وانت ما صليتش، ده بيكذب. تمام. لكن طفل جالي بيقول لي ان هو ضرب المدرسه كلها، ضربت مش عارف مين وكسرت مين، هو بيعمل فانتزي، ده فانتزي، ده لازم يعمل كده لانه هم مش عارف يضرب الاولاد اصحابه يعني. فما فيش داعي يبوظ له الفانتزي يعني، قصدي ساعات الاولاد بيختلقوا بطولات وبيختلقوا نجاحات عشان يحسن الثقه بالنفس بتاعته. يعني ساعتها الام ما تواجهوش بان انت لا انت بتكذب مثلا او اوعى تقول له كده، الكلام ده مش واقعي. لا 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 ليه هو اصل دلوقتي كمان بقى في جمله تانية، مش انت بتكذب بطل تحور يعني، ده 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 مستوى متدني جدا، ده لفظ جديد بقى بيتقال، مستوى متدني من الحوار بين ام وبنت او ام وابن يعني. لكن لا انا ممكن يعني بيبقى الرد عليه ان حبيبي مش لازم تبقى ناجح انك تضرب الناس مثلا، مش لازم تبقى انت اشطر واحد في المدرسه يعني، قصدي لو قال لها ان النهارده انا الوحيد اللي رديت في الفصل وعملت شغل جامد جدا، هي عارفه ما بيقولش الصح كويس، فتقول له حبيبي مش عايزك تبقى اشطر واحد في الفصل، عايزك تبقى شاطر بس، يعني قصدي ممكن توصل له الرساله ان مش ده اللي هيخليك في نظري كويس. ولد كويس. كويس. فما فيش داعي تضيف نجاحات مش موجوده، انا مش عايزه ده. لكن فكره بقى انت كذاب وانت بتالف، ده انت كلهم بيضربوك في الفصل، يعني قصدي يعني انا بحاول ارفع ثقتي بنفسي وانت بتحاولي تموتيها تهديها. تمام. مدام عايده. ايوه اهلا بيكي حضرتك. اهلا بيكي يا مدام عايده. تسمحي لي اكلم الدكتور؟ طبعا منورانا، اتفضلي. شكرا ليكي، ميرسي. اتفضلي. دكتور حضرتك انا عندي اسهال بقالي اسبوع. أيفهم. ومش عارفه اعمل ايه، وعندي 2 دكاتره، واحد باطني وقلب والتاني روماتيزم وحاجات كده عشان عظمي تعبان شويه. فخدت قرصين امتنان وقرصين انتوسيد، قعدت يوم بحاله اخدهم 3 مرات في اليوم ما عمليش حاجه. فكلمت الدكتور فقال لي خدي سميكتا اللي هو الاكياس دي، خدت سميكتا ما عمليش حاجه برده. فقال لي خدي نانا زوكسيد، خدت نانا زوكسيد قرصين الصبح وقرصين الظهر وقرصين بالليل، هو اشتريت 6 قراص. قلت له بردك ما عمليش حاجه. فطبعا كلمته النهارده فاداني كوناز. وللاسف ده مش تخصصي خالص. طيب انا تعبت. مدام عايده حضرتك يعني بس الدكتور ده مش تخصصه، ولكن الا اذا كان حضرتك كنت شاكه ان ممكن يكون ده تاثير حاجه نفسيه عند حضرتك مثلا. لا يعني ممكن يكون الاسهال ده حاله نفسيه. لا بعد اسبوع يا فندم. طيب. لازم ترجع لدكتور البطنه بتاعك يا فندم. طيب نرجع تاني لموضوع الكذب. واحنا بنقول انه في الاطفال ما ينفعش ان احنا نواجه الطفل خاصه اذا كان بيقول لو لا شيء. خلي بالك لو بيكذب في اشياء محدده لا زي الحاجات اللي هي تخليه صورته قدام يعني مثلا مامته كويسه او الدرجه بتاعتك في الكلاس مثلا يخبي الشهاده مثلا، لا ده كذب يعني، قصدي في حاجات بتبقى محدده. لكن لما انا بحاول اعمل فانتزي بحاول اعمل عشان الفت النظر يعني اديني فرصه، في الاطفال بالذات اديني فرصه. الكبار ممكن يعملوا كده على فكره. ما انا لسه بقى انا كنت يعني هخرج من الجزئيه دي لفكره الكبار، ان في بعض الناس دايما يقولوا عليه فشار يعني طول ما هو قاعد بيتكلم كلام لا ما انا هقول لك. بصي في بعض الناس شخصيات مختلفه بتكذب، كل شخصيه بتكذب لسبب ما، يعني مثلا شخصيه نرجسيه بيحب يكذب علشان هو اصلا بيحب يبان قدام الناس ان هو عظيم وما حصلش، وان انا قابلت وزير الدفاع امبارح وكان الرئيس كلمني اول امبارح، يعني ده الشخصيه النرجسيه دي بيحب دايما يتعالى عن الناس، بيحب دايما يحس ان هو مميز جدا، فبيضطر الى اختراع او الكذب ان هو عنده علاقات قويه جدا، ان هم طلبوه مش عارف يدي محاضره فين علشان يجمل صوته ويحسن صوته. احنا بنترجم خاصه اذا كان الشخص ده مكشوف بالنسبه لنا، يعني احنا قادرين نفهم ان هو بيقول كلامه وخلاص ومفيش اي حاجه من الكلام ده.
ساعتها نقدر نقول عن الشخص ده ان هو ممكن يكون مثلا ضعيف الشخصيه عشان كده عايز يعني. هي شخصيه نرجسيه بيحب دايما يؤله من نفسه، بيحب دايما يعظم من نفسه فممكن يكذب في الطريقه. شخصيه ثانيه بتكذب كتير جدا، الشخصيه الهستيريه تبقى اكتر في السيدات، مش بتكذب لكن بتبالغ، بتبالغ جدا، بتبالغ جدا في كل حاجه. احنا بنسميها دراما كوين، اللي هو لما تيجي تحكي لي القصه مثلا اتخانقت مع بنتها تحسي ان الدنيا كلها انهارت وانهارت وعيطت والبنت، وتلاقي الموضوع بسيط جدا. مشكله يعني في الشغل زي ما بنقول كده بتحط عليه شويه تحابيش، بتحبش الحكايه يعني، يعني بيحصل مغالاه شديده جدا في العرض والسرد، وبيحصل مغالاه شديده جدا في الرد الفعل المشاعري. اخطر شخصيه ممكن تكذب بقى والكذب المؤذي هي شخصيه السيكوباتيه، اللي انا ممكن واحد معاكي في البرنامج هنا واحد معاكي في القناه هنا يكذب علشان يأذيكي، يقول مثلا انت قلتي كذا وكذا وكذا او انت عملت كذا وكذا. هنا بقى ده هنا الكذب مع سبق الاصرار والترصد لايذاء شخص ما. دي بتحصل مع الشخصيه السيكوباتيه او الشخصيه الضد اجتماعيه، ودي في منتهى الخطوره. وهو ده بقى الكذب المؤذي، ده الكذب يطلع عليك اشاعه مثلا كويس ويثبتها في دماغ الناس ان انت مثلا بتعملي كذا وشيء مختلف تماما. بالنسبه له بقى دكتور بتبقى دراسه يعني، بيبقى لو عارف ان هو هيقول كذبه معينه يبقى بيدرسها من كل الجوانب عشان ده اسمه عشان يثبتها ان هي حقيقه. ده كذب مع سبق الاصرار والترصد، ده كذب للايذاء، ده كذب للايذاء، ده الشخصيه السيكوباتيه. معاكي تليفون؟ لا معانا بريك. معاكي بريك؟ طيب اوكي. مشاهدينا فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، خليكم معانا. كلام من القلب. الكذب هو موضوعنا النهارده مشاهدينا مع الاستاذ الدكتور عبد الناصر عمر استاذ الطب النفسي. اكيد بنرحب باتصالات حضراتكم واسئلتكم. مدام رانيا. ايوه مساء الخير. مساء النور. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله بخير، اهلا بيكي، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ دكتور مع حضرتك، اتفضلي. انا عندي طفلين، طفل عنده سنه وثلاث شهور وطفل عنده شهر، عندي طبعا مشكله في الغيره. الطفل الكبير هو مشكلتي على طول، لازم اعمل له انا كل حاجه، يشوف البيبي الجديد يقعد على رجلي لازم يقعد على رجلي، ينام معايا. وبعدين بيبص لاخوه، بيبص عليا بصات غريبه قوي. يعني انا مش عارفه، انا بفكر هل اوديه حضانه ولا اجل موضوع الحضانه، اعلمه يخش الحمام دلوقتي ولا اجل ده كله لما يكبر شويه، عشان طبعا الحاجات دي محتاجه ان انا يبقى في ستريس شويه عليه، وده صعب دلوقتي وهيأثر عليه نفسيا. وبعدين بصاته ليا ساعات لما بمسك اخوه ارضعه بيبص لي بصات، انا مش عارفه يعني هيفضل الموضوع ده ولما يكبر ويعقل وهتفضل الغيره دي. ده بيضرب اخوه بطريقه لما بسيبه، انا خايفه يعني هل غلط ان انا جبتهم ورا بعض يعني مش عارفه، انا قلقانه عليهم على علاقتهم ببعض. وفي نفس الوقت في حاجه ثانيه، انا بقى يعني هيجيلي انهيار عصبي صراحه، يعني انا كاني خليتها توأم يعني حتى معايا بيتها وبتساعدني في البيت برضه، هو مش نافع مع حاجه، لازم انا لازقه جامده زياده عن اللزوم. ف والله انا بنصح اي واحده لازم يبقى في فرق فعلا عشان ما تعانيش من اللي خلف توأم، ربنا يكون في عونها. طيب يا ريت اسمع رد حضرتك. حاضر. طيب تابعينا يا مدام رانيا، دي مشكله بقى ناس كتير جدا لما يبقوا الطفلين ورا بعض كده، او حتى لو في بينهم وبين بعض فرق على فكره. انا عايزها تحط نفسها مكان الولد. جه بقى له سنه ونص الدنيا، وكان هو المفروض قبل ما يجي البيبي التاني ده هو بقى يعني كل حاجه، راجل يعني لسه يعني ما خدش اي مساحه من الدلع ولا خد اي مساحه من الاهتمام وبتاع، وفجاه لقى حد صغير كده جه وبياخد كل الاهتمام. فطبيعي يعني ما يفعله الطفل ده طبعا شيء طبيعي جدا جدا، يعني سنه وثلاث شهور يعني صغير قوي لسه. هي الفكره ان احنا دايما بيجي اطفال زي كده بنقول لهم دايما الصغير مش اخد باله، ما يعرفش. يعني الطفل اللي عنده شهر ده مش مهم خالص، يعني هنرضعه ونسيبه، يعني لو عندها حد بيساعدها مش حاسس بانه في حد سايبه او حد بيهمله. الله ينور. يعني لو هترضعه بترضعه وبتديه للميد وخلاص، وتهتم تاني مهم جدا بالولد الصغير ده. مهم جدا برضو تكنيك لطيف جدا بيعملوه، ان الولد الصغير خالص يجيب هديه للولد الاكبر شويه. كنت لسه هسال حضرتك فمانيا. اللي احنا بنعمله ده ليه معنى ولا لا؟ مش طبعا له معنى، طبعا له معنى. يعني هو الفكره ان انا بوصل له فكره ان انت وجود ده ما بياخدش من
اهتمامنا ليك وما بياخدش من حقك في الدنيا، ما بياخدش من تدليلك في الدنيا. هي قلقانه جدا يطلع بينهم علاقه مش تطمن، ده كلام ما بيحصلش خالص يعني، هو طبيعي جدا ان بيحصل نوع من الرايفري او النوع من التنافس على الاب والام، لكن بعد كده الاولاد بيكتشفوا ان الاب والام بيحبهم زي بعض، وبالتالي بيبقى في نوع من فكره انها تشرك الولد الاكبر يعني في انه في مسؤوليه اخوه الصغير. سنة شهور لسه ده ما يفهمش في السن ده. لا سنه وثلاث شهور بدري قوي، سنه وثلاث شهور ده لسه يعني لسه ما مش فاهم، ما خدش حقه، لسه بيبتدي يفهم لسه كل حاجه كويس. فانا متصور ان النصيحه المهمه جدا بالنسبه لها ان هي الحاجات الاساسيه للطفل الصغير زي الرضاعه مثلا هي تعملها. الحاجات التانية بقى انه حد ياخد باله منه، حد ينظفه، حد مش عارف يعني يديله الحمام بتاعه بتاع حد تاني، وهي تهتم قوي بالطفل ده. انا ما افضلش اطلاقا ان توديه حالا الحضانة، لان لما اوديه حالا الحضانة ده مشكلة تانية، ان انا يعني كأني برميه. لازم فترة من الثبات النفسي في الطفل ده، ان لازم يعرف ان امه بتهتم بيه وتاخد بالها منه، لغاية بس ما توصل له رسالة ان انت مهم جدا زي الطفل اللي جه. ممكن عند سنتين عند سنتين ونص ممكن يروح الحضانة. تمام. مدام سميرة. الو. الو. اهلا بحضرتك، اتفضلي. الو، ممكن اشارك معاكم؟ طبعا اتفضلي. اسال الدكتور بعد اذنك. الدكتور مع حضرتك. انا حفيدي عنده 3 سنين و10 شهور. أيوة. بعدين يا دكتور، هو السنه دي ابتدى طبعا يروح المدرسه، كان بيروح حضانه وكان كويس قوي في الحضانه. من حوالي 10 ايام طبعا ابتدت المدرسه، رافض تماما بشده وعياط هستيري المدرسه، ومش عايز وارجع الحضانه على طول، عايز يرجع الحضانه. فانا مش عارفه اتصرف يعني، اتصرفت في شتى الطرق، مع مشرفه الحضانه، مع الحضانه، مع المدرسه، مشرفه المدرسه، الباص تيجي الصبحيه المنطقه كلها تتفرج علينا عشان يروح يركب الباص. كان الاول طبعا بابا بيوديه الحضانه وبيرجعه، دلوقتي الموضوع اختلف. المدرسه وحشه، اروح الحضانه وعياط لدرجه انها اتقلبت لحاله مرضيه، مش عايز ياكل يعني، رافض الاكل بقى تماما. تمام. فالتصريف انا مش عارفه ايه، بقعد افكره مثلا المدرسه، هنروح المدرسه، هنروح، لا مش عايز. فمش الحل بتاع الموضوع ده ايه؟ حاضر. انا فكرت اقول لبابا نرجع تاني الحضانه ونسيب المدرسه. لا 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 لا. طيب حاضر، تابعينا يا مدام سمير. حل ايه يا دكتور؟ اقول لك الحل. قبل ما نعرف الحل لازم نعرف الشخصيه، يعني في اولاد التفرقه في المزاج العام بتاع الاولاد من بدري جدا على فكره، من الاطفال وهم صغيرين. بنفرق في الاولاد ثلاث حاجات يا لمي. اول حاجه اسمها المزاج العام. المزاج العام ان انا الولد بيبقى في ولد بيبقى مقريف طول النهار، عصبي بتاع، ولد ثاني لطيف وحبوب يعني. هو مولود كده مزاجه العام كويس. نقطه ثانيه في الاختلاف الجذري بين الاطفال، القدره على التكيف مع التغيير. تمام. قدره على التكيف، يعني مثلا في طفل تيجي يشيلوا البواب مفيش مشكله، يشيلوا الجناين مفيش مشكله، ونقول عليه اجتماعي قوي، اي حد يشيله ماشي ويضحك ويهزر. في واحد تاني لو نقلتيه من جنب امه وشالته خالته صريخه. هنا قدره هذا الطفل على التعامل مع التغيير بتبقى اصعب شويه. اللي حصل مع الطفل ده ان هو راح الحضانه، اتعود على الناس، ابتدى يعمل يعني ايه السوشيال لايف بتاعته بالظبط كانه مع امه، وقام بتاخديه مره واحده بتنقليه على السوشيال لايف تاني او على علاقات اجتماعيه تاني. في اطفال بتبقى قصه سهله، في اطفال بتبقى قصه صعبه جدا عليه. لكن الفيصل هنا هو الالتزام، ان انا هوديه كل يوم الحضانه. المفترض ان في المدارس المحترمه عندهم تكنيكس، عندهم وسائل التعامل مع الاطفال اللي بيبقوا رافضين المدرسه في الاول. بس لكن فكره ان انا ارجعه الحضانه تاني، او ان انا اديله اجازه من المدرسه يوم او يومين، منتهى الخطوره. طبعا يروح كل يوم، يعيط كل يوم، في الاول هيعيط كل يوم، بعد شويه الدنيا هتبقى الطف كتير. لكن انا متصور لو مدرسه محترمه عندهم تكنيكس، اول ما بيروح الطفل هناك بيحاولوا يخلوا القصه فيري فاميليار، يعني بيخلوها يعني الدنيا لطيفه، بيجيبوا لهم هدايا، بيجيبوا لهم العاب. لكن فكره، عارف، هي فكرتني يا دكتور برؤيه بنتي وهي صغيره، حصل لي نفس الموقف ده معاها، وانا اللي كانت نفسيتي تعبانه جدا طبعا، لان فكره ان احنا كل يوم الناس كلها بتتفرج علينا وبنروح المدرسه بالعافيه ومش عارفه ايه وحاجات كده. بس انا جيت في يوم ما اعرفش دي تبقى مناسبه للولاد ولا لا، شاركتها معايا في ان احنا نعمل كيك كب كيك كده، حاجه حلوه، وتعالي عشان هنروح بكره المدرسه وناخد لاصحابنا وللميس بتاعتنا ومش عارفه ايه. فانشغلت في الحكايه وبقت حابه فكره ان هي رايحه واخده حاجه لاصحابها، ومش ما اعرفش ده ممكن يبقى فكره مناسبه كل كمان للولد. كل التكنيكس اللي تخلي الولد او البنت يحب المدرسه لازم تعمل، لانه مفترض على فكره يعني في اوروبا والدول المتقدمه الواحد بيروح مدرسه يتبسط. يعني الولاد اللي في مدارس حلوه
مش عايز يرجع البيت لانه انجوينج مع اصحابه وبيلعبوا. يعني العمليه التعليميه عمليه ما فيهاش اجبار، ما فيهاش عنف، ما فيهاش حمل زائد على الاولاد. لكن اقول لك الشيء الثابت في الموضوع ان هي لازم تصر ان الولد ده يروح مدرسه كل يوم. كويس. انا بقول لها ان بعد شويه القصه تبقى احسن كتير ان شاء الله. مدام منى. الو. الو. مساء عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. نصيحتي ممكن اكلم الدكتور؟ الدكتور مع حضرتك، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا معايا ابني عنده 3 سنين. ايوه. وحضرتك يعني بص الاقيه بيعمل يعني حاجات غريبه كده، يقعد يصوت ويرطم على وشه ويكسر اي حاجه قدامه، وان ما كانش الحاجه دي لازم ياخدها او يعملها يفضل يعيط وما ياكلش. وانا يعني انا احترت معاه ومش عارفه اعمل له ايه. هو ولد وحيد يا مدام منى؟ اه ولد وحيد عنده 3 سنين. لما بتدي له حاجه بيسكت؟ اه يعني لو انا خدت منه حاجه وهو عايز ياخدها لازم يعيط ويعمل اي حاجه عشان ياخدها بالعافيه. ما كانش بياخدها بيفضل يرطم على وشه ويعيط ويتعصب ويكسر اي حاجه قدامه. ولما يعمل كده انت ترجعي تديها له تاني؟ هو لما بيعمل كده بطلنا اديها له عشان من كتر العياط بيتعب. يعني ببص بحس ان هو خلاص، يعني ان ما كانش شايف الحاجه دي هيجيله حاجه. فانا مش عارف انا اعمل ايه. أنا حتى جيت قدمنا في حضانه وقلت له اوديه حضانه ولا حاجه، ما برضاش يقعد في الحضانه، بقى يعيط وبقى يضرب العيال وبقى يتشقى. فانا يعني انا احترت ومش عارف انا عامل يعني الحل ايه دلوقتي. حاضر. طيب حاضر. تبين يا مدام منى، ده دلع شويه وهو لا عارف. لا مش دلع، هو بصي انا بحب دايما صراع الارادات. كل اراده بتحاول تستحوذ على الاراده الاخرى، يعني على فكره في كل مستويات، كبير صغير، راجل ومراته، اثنين اخوات، كل واحد بيحاول يفرض ارادته على الاخر. هنا ده صراع فرض اراده. اللي هو بيعمله ده حاجه في الطب النفسي مشهوره اسمها تامبر تانترم. تامبر تانترم ده ان هو الولد يقعد يتنطط ويكسر وبتاع لو ما خدش الحاجه. زي ما انت قلت كده، لو هي ادت له الحاجه وسكت دي غلطه فادحه، لان هو خلاص هو فهم سكه السكه. هو ازاي هو عمل بقى نمط سلوكي متكرر، ان انا لما بكسر لهم وازعق لهم الناس دول بيدوني باخد اللي انا عايزه. فهو الفكره عشان تكسر هذا النمط السلوكي سيبيه يخبط ويرزع ويلطم على وشه ويعمل اللي هو عايزه. مره والثانيه هيعرف ان ده الاسلوب ده خلاص مبقاش ينفع. ان انت لازم تفرضي ارادتك عليه، لكن خدي بالك هو انتصر عليها في كل المواجهات. انتصر عليها بانه بياخد الحاجه اللي هو عايزها. انتصر عليها ان هو ما بيروحش الحضانه. يعني انا يعني قصدي ما انا بقولش انها معركه، لكن هي فكره تربيه. انا بزرع فكره ان الطريقه دي في التعامل لن تنجح. وبالتالي الولد ده لازم يروح المدرسه او يروح الحضانه بتاعته. يعمل شقاوه، يضرب الاولاد بتوع الحضانه، يتصرفوا معاه. يعاقبوه، يعملوا تايمينج اوت، يعملوا اللي هم عايزينه. ده يعني راح بلام راح الحضانه، دي مسؤوليه الحضانه. هي بقى في البيت بتتفق معاه. 3 سنين ده على فكره بيفهم. لو عملت كده مش هتاخد الحاجه حتى لو هي بتاعتك. يعني هي لو بتاعته وعايزها دلوقتي، طب حاضر، ابتدى يتنطط، لا مش هتاخدها. يعني قصدي لازم نكسر الحلقه بتاعه الكونديشننج او اللي هو الارتباط الشرطي بين التصرف السخيف ده وان انا بحصل على ما انا عليه. لان على فكره بعد ما بيكبر بيبقى اوحش، لانه خلاص هو هي بيشتم ويضرب ويقل ادبه عشان ياخد حاجه هو عايزها. بس يعني لازم هي تفرض ارادتها في التربيه على هذا الطفل. تمام. نرجع تاني لكلامنا عن الكذب. الكذب انواع؟ الكذب انواع طبعا. في ناس بتعرف، في ناس او بتجب درجات. لا الباثولوجيكال اللي هو الكذب المرضي ده بيبقى مزعج. كويس. بيبقى مزعج يعني. بص كلنا بنكذب، وفي ناس تكذب زي ما قلت لك بتتجمل، وفي ناس بتكذب علشان تهرب المواقف، وفي ناس بتكذب عشان تزيد ثقه الناس فيها، وناس بتكذب عشان تاذي، وفي ناس بتكذب عشان تاذي. كويس. فانا طبعا بالنسبه لنا يعني ما فيش انسان ما بيكذبش. احنا عندنا حتى اختبارات نفسيه لطيفه جدا، اللي يقول لك ان عمره ما كذب في حياته يبقى كذاب. يعني قصدي دي بدايه الكذب نفسه. كويس. لكن هي الفكره انا بكذب ليه. كويس. هنا بقى النيه مهمة جدا في موضوع الكذب. لو انا بكذب عشان اجامل واحد صاحبي، لو انا بكذب عشان اجاملك، لو انا بكذب عشان اجامل مراتي، خلي المورال بتاعك احسن، انت النهارده جميله قوي، انت خسيتي قوي. يعني ممكن تلاقي واحده بس تقول انت خسيتي قوي، تلاقي ماشيه خلاص. ده ولا خست ولا بتاع يعني. بس قصدي يعني ممكن كلام لطيف بنعتبره احنا كذب، لكن في الحقيقه بيبقى نوع من المجامله بتاع. الخطوره زي ما قلت لك الكذب للايذاء. وللاسف ده موجود كتير. للاسف ده موجود كتير. احنا بنعلم ولادنا ان هم ما يكذبوش. خد بالك ما يكذبوش في الحاجات الاساسيه، ونعلمهم انهم يكذبوا. لا بصي
في حاجات مش مفروض تكدبي فيها. يعني انا يعني بصي اللي بيكدب في حاجات كتير جدا بيبقى خايف. يعني مثلا واحد صاحبي بيكلمني في التليفون وانا مش عايز ارد عليه كويس، ما ينفعش اقول لابني قول له ان انا نايم. ما هي دي اشهر حاجه بتحصل. لا، ما انا ممكن اقول له او مكلم صاحبي ده فلان معلش انا مش فاضي دلوقتي اكلمك بعدين، تك خلاص. يعني قصدي انا بعلم ابني. ما هو انا اقصد الجزئيه لما بقول لحضرتك او نعلمهم انهم يكذبوا. لا ده كده، ما هو ده اسلوبي يتعلموا بيه، بدليل انه لما بيجي يكذب يقول لك طب ما انت كذبت لما قلت لي يعني رد على التليفون قول كذا. يعني دي كذبه، دي كذب بجد. ده مش بقول لواحد شكلك لطيف النهارده بمجامله، مش بجامل، دي كذبه كويس. وبالتالي انا احب الناس مثلا عبد الناصر عدي عليا مثلا خدني النهارده، اقول لك والله ما اقدرش متاسف. مش هقول لك ان شاء الله طيب، بس انا في دماغي مش عدي عليك خالص. يعني قصدي ما انا بنعلم اولادنا قولوا لا، حد بيعلم حاجه اسمها the art of saying no. فن ان انا اقول لا، فن اقول لك ان انا مش فاضي مش هقدر اعدي عليك، فانا اقول لك انت فين انا متاسف معلش اتاخرت ساعتين كده مش قبل ساعتين عم اجي لك بس خلاص خمس دقايق ونازل. مش خمس دقايق ونازل حاجه، انت قدامك عشان تجي لي ساعتين. يعني في فرق ان انا اكذب لان انا ضعيف، اكذب لان انا ما عنديش ثقه في نفسي، اكذب لان انا بخاف، وفرق ان انا بكذب لان انا مضطر او اكذب لان انا هاذي. كويس، انا افضل جدا ان احنا نعلم ولادنا تو فيس رياليتي، ان انا بص يا ابني ما تكذبش الا لو هتجامل حد. شكلك لطيف النهارده، شكلك لطيف، يعني الحاجات اللي هي اللطيفه دي بس. لكن ترد على التليفون انا مش فاضي، اتعدى عليا مش واجه. واجه ايه المشكله في الدنيا؟ واللي ما يحترمش اللا بتاعتي مش عايزه، تمام؟ يعني اللي ما يحترمش ان انت انسانه ومن حقك ترتاحي ومن حقك ان انت ماليش مزاج اتكلم معاك النهارده، ماليش مزاج ما تعديش عليا، اعد عليك لا متاسفه النهارده مش جاهز، بلاش تقولي اصل النبي النهارده عند ماما وراح عند بلاش تفاصيل. يعني لا، ما انت ممكن تقولي كده وانت مش رايحه والولد قاعد جنبك. يا ماما احنا مش رايحين في حته، بتكذبي ليه؟ والله احنا النهارده انا ظروفي ما تسمحش معلش ما تعديش بس خلاص. تمام، طيب ناخد مدام سميره. مدام سميره سلام عليكم. الو ايوه مدام لميا، انا كنت مع حضرتك دلوقتي. اهلا بيكي مدام. انا الدكتور بيقول ان في مدارس يعني محترمه وبتاقلم الولد في مدرسه انترناشونال يعني محترمه جدا، بس التيتشر هناك رايها ان هو لازم يعتمد على نفسه وان هو من الاول جاي لنا معتمد، يعني عايز لازم حد جنبه يعتمد عليه وكده. انا يعني سلكت المساله مع المشرفه بتاعه الباص، لكن مع المدرسه داخل المدرسه مفيش، مش عارفه انا يعني ايه اللي ممكن اقوله لهم يحاولوا يجذبوا الولد شويه، مع ان الولد اجتماعي وبياخد على الناس بسرعه. في حاجه مضايقاه جوه المدرسه يا مدام سميره؟ ده هو الموضوع كله بقى له 10 ايام. ممكن يكون حصل موقف في اول يوم. ما فيش حصلش موقف، هو طبعا الاحساس التغيير، بس ان الولد يعني اتغيرت طريقه مروحه، طريقه طبعا الحضانات، يعني حضرتك عارفه الحضانات اللي هي كده المحترمه دي بيشيلوا بيلعبوا النظام كده. المدرسه هي المدرسه يعني نظام انجليزي، ما فيش التهنين بتاعنا زي ما بنقول. ايوه يعني عايزين على طول يبقوا ايه الولد مثلا عايز يروح تولت هو من نفسه، طبعا هناك في الحضانه كانت الهيلبر بتروح الكلام، فانا ده احساسي ان هو ده اللي متغير مع الولد. هو مش عارفه اوصل خالص يعني الولد فعلا من هو. مدام سميره سمعنا حضرتك جدته مش كده؟ الدكتور بيقول لك حضرتك جدته مش كده؟ انا جدته، ما انا علشان كده وهو متربي معايا يعني انا متاثره جدا اكتر من باباه وماما. طب اسمعي الدكتور يا مدام سميره. اتفضل يا دكتور. مامته فين يا فندم؟ مامته موجوده بس في شغلها وعادي موجوده، بس هو الولد متربي معايا انا. طب ممكن استاذنك انك تسيبيه يروح مدرسه ويتفلق مش مهم؟ مدام سميره دي صعب عليا يا دكتور قوي يعني. بس نحل المشكله ازاي؟ بص يا فندم حاجه، الكلام ده مهم جدا. انت جدته مش مامته، دي نمره واحد، وبالتالي احساسك بيه اعلى بكتير جدا. بس تدليل الولد ده من دلوقتي، لو انت هتلعب الدور ده من دلوقتي مش مفيد ليه خالص. حضرتك لو سمحتي سيبيه يروح مدرسته، سيبيهم يحطوه على الديسيبلين دي، يحطوا له النظام ويحطوا له كل حاجه، ولا تتدخلي على الاطلاق. انت دورك بيحصل لما الولد يرجع لك البيت. كويس، تدليل الزائد عن اللزوم او الاهتمام الزائد عن اللزوم للاطفال زي ما هو مفيد مضر. كويس، يعني عندنا ان احنا نهمل اطفالنا زي ان احنا نهتم بيهم زياده عن اللزوم. فلو سمحتي سيبيه يروح المدرسه،
انت ازعلي شويه مش مشكله هيبقى كويس، ما تقلقيش، كل 10 ايام ده بدري قوي. بصي يا نمي، المشكله خطيره جدا في التعامل مع الاطفال، الاهمال عواقبه جسيمه، والاهتمام الزائد عواقبه جسيمه. الوسطيه يعني شو مهم. معاكي فاصل. معنا فاصل مشاهدينا، فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، خليكم معانا. كلام من القلب. الكذب هو موضوعنا النهارده مشاهدينا مع الاستاذ الدكتور عبد الناصر عمر، استاذ الطب النفسي. اكيد بنرحب باتصالات حضراتكم واسئلتكم. مدام رانيا. الو، اهلا بيكي مدام رانيا، اتفضلي. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي يا فندم. انا هستاذنك معلش، انا هسال عن بنتيني. انا حبيبه. اسالي بس، تعالي صوتك شويه يا فندم لو سمحتي. هتسال على بناتها الاثنين. اتفضلي مدام رانيا. سامعني؟ علي صوتك بس شوية. طيب حاضر حاضر. أنا بنتي عندها 7 سنين. مشكلتها مشكلة الكذب دي يا دكتور، بس أنا بحس إنها بتخاف. هي مسألة تراكمية، لأن أنا للأسف أنا بعترف بده، إني كنت الأول بعاقب إن أنا ممكن أضرب، وإن لو عملت حاجة غلط أضرب وأعاقبها بكده. فغيرت النظام دوت، وابتديت أعاقب بإن أنا أحرم بالحاجة اللي بتحبها. مثلا زي السنة دي باباها ما نجحت، طلبت أنا عايزة موبايل زي أصحابي يا بابي وصغنن عشان ألعب عليه جيم. كل الفكرة طبعا الجيم، كل الأولاد بيجيبوها عشان الجيم مش أكتر. فلما عملت حاجة غلط وأنا شايفاها إنها كبيرة جدا، بطلت إن أنا أضرب وإن أنا أعمل السيستم ده خالص، غيرته فخدت الموبايل. الغريبة جدا بقى في الموضوع إن هي بتكرر الكذبة هي، بس لما خدت الموبايل ما يفرقش معاها خالص يا دكتور إن أنا آخد منها الحاجة اللي بتحبها. مش هتفرج على الكمبيوتر، ما يفرقش نهائي، لدرجه انها ما بتسالش على الحاجه بتاعتها. مثلا عايزاها يا مامي، انا مش هعمل كده تاني يا مامي، او انا خلاص تمحيني مثلا. بلاقيها لا مبالاه وتاخد الجنب مني خالص، بتتعامل عادي نورمال طول الجاي عادي، بس هي واخده جنب جامد وما بتسالش على الحاجه بقى اللي ماما خدتها منها، او العقاب اللي كان سبب عقاب. نفس البنت دي، سؤال تاني هستاذنك فيه. عندها طبعا دلوقتي 7 سنين ونص، لغايه دلوقتي عندها التبول لا ارادي وهي نايمه. مش عارفه ده برضو دكاتره يقولوا لي نفسيا مثلا، طبعا هي اكتف جدا ولطيفه ومع الناس عادي جدا وما بتخافش من حاجه. يعني دي الحاجه الوحيده اللي بتضايقني فيها بصراحه، ما بتخافش، ما لا مبالاه، ورايقه جدا مع نفسها. يعني اللي هو معلش يعني انت يعني انت بتعاقبيها وبتاخدي منها كل، مش عايزه كمان تبقى رايقه، ما سيبيها تبقى رايقه. انت بتستقطري عليها ان تبقى رايقه، يعني ايه ايه العقوبه؟ رايقه زياده عن اللزوم يا دكتور. ما تسيبيها رايقه، انا مش فاهم مشكلتك فين في الدنيا. يعني ليه حطاها في دماغك حتى جامده جدا كده؟ ما هو ده الفرق بين الحد اللي بيبقى هايبر طول الوقت والتاني بيبقى بارد قدامه. بصي، عندها لا مبالاه زي ما هي بتقول. بصي لمي، ناخد سؤالها التاني ونرد عليها. البنت الكبيره. ايوه اتفضلي. اذنك سؤال اخير. اتفضلي اتفضلي. البنت الكبيره 9 سنين ونص. أيوه. ملتزمه جدا. انا عايزه اتحجب، انا عايزه البس طويل، ممكن الطرحه دي يا مامي لايقه على البادي اللي انا نازله بيه كده. فلما منعتها زعلت مني. انت محجبه يا مدام رانيا؟ وبعدين انا لما كنت بحكي لها او بتكلم معاها عشان احاول بقى، هما الاثنين الحمد لله ملتزمين في الصلاه جدا زي الكبار، ربنا يخليهم يا رب. الظهر جدا يقوموا يتوضوا ويصلوا، العصر كذلك، يعني الحمد لله ملتزمين في الصلاه. فهي الكبيره ملتزمه جدا، ويعني تشبهني في حاجات كتير. انا لبست الحجاب وانا صغيره جدا، وده كان قرار مني برضو، ان كان والدتي بتقولي لسه صغيره وكده، فهي طالعه زي، بس هي بقى نفسيا ضعيفه جدا. ان انا زعلانه مني ومعتبر ان انا بعمل حاجه غلط لما امنعها عنها تلبس حجاب. وسيريا زي ما حضرتك كنت بتقول دلوقتي، صاحبتها لو طلبتها وهي مش عايزه ترد، بترد على التليفون تقول لصاحبتها معلش انا مش فاضي دلوقتي هكلمك بعدين. فانا قلنا لها حبيبتي خليكي مجامله، ما ينفعش كده. تقولي لا انا دلوقتي مش قادره اكلمها، يعني مش هكلمها انا مش قادره. فاقول لها طب خليكي لطيفه. تقولي انت عايزاني اكذب يا مامي؟ فاحرجتني جدا بالسؤال ده. انت عايزاني اكذب؟ اقول لها انا نايمه انا، او انت تردي عليها وتقول لها انا نايمه. فاحرجتني، كان الرد بصراحه انا ما سكت. تمام. طيب حاضر، تابعينا يا مدام رانيا. ناخد الاسئله من الاول بقى، الكذب ولا لا؟ لا انا هقول لك مشكله رانيا زي مشكله ناس كتير جدا يا لميا. الفكره احسن حاجه تربي ليها اولادك ان هم يحبوك ويحترموك، ما يخافوش منك خالص على فكره. لان لو خاف مني النهارده مش خاف مني بكره. يعني انا افضل جدا ان ابني او بنتي ما تعملش الحاجه علشان هزعل. هزعل، انا هزعل، مش ان انا هزعل منها.
في فرق كبير جدا. انا ازعل منك واضربك وانا خايفه على زعلي. بالظبط كده, خايفه على زعلي مش خايفه من عقابي. كتير جدا من الاهل بيتصوروا خطا ان الولاد بتخاف. بس الولاد بتخاف في الاول, بعد كده بطلت تخاف. يعني الولاد بتخاف في الاول, فتوصل لحاله اللامبالاه. لا بصي بقى, حاله اللامبالاه خدي بالك بقى. انت لو تاخدي بالك من كلام رانيا في النص كده ان الثانيه شبهها, يعني هي 9 سنين ونص دي شبهي يعني زيي وملتزم. الثانيه دي مخها واضح زي مخ ابوها يعني كويس, فعندها مشكله. يعني احنا لا نقبل الاختلاف. انا عايزه بنتي تطلع زيي بالظبط, عايزه بنتي تعمل زيي, مش صح. مش صح على فكره. ممكن بنتي تكون شخصيه مختلفه تماما, كويس وكويسه وناجحه جدا. وممكن فكره اللغه اللي هي بتتكلم بيها تكون واصله للبنت ان دي اللي اقرب لمامي, ان دي اللي تبع مامي, اللي دي اللي شبه أكيد. مامي. طفله عندها 7 سنين ونص ولسه بيحصل تبول لا ارادي, طبعا عندها مشكله. طبعا احنا عندنا تبول لا ارادي بنسمح بيه ماكسيمم, يعني احنا في مصر لغايه 3 سنين 4 سنين, في المانيا اللي هو يعني اكتر ناس يعني فيري فليكسبل وعندهم مرونه لغايه 5 سنين. بعد كده لا طبعا عندنا مشكله. انا متصور ان البنت 7 سنين ونص دي عندها مشكله لازم تتحل, تتحل مع مامتها الاول. تمام. طريقه التربيه. تمام. فكره بقى بنت البنت الصغيره الكبيره سوري اللي عندها 9 سنين دي, وفكره ان هي ملتزمه. بالعكس انا مبسوط جدا, مبسوط جدا حد يكون ملتزم وبتاع. فكره الحجاب عن 9 سنين ونص انا ما افضلش, طبعا انا مش راجل دين او ما اقدرش افتي في حاجه زي كده, لكن ما احبش حد ياخد قرارات بدري قوي كده. كويس, علشان انك تلبسي حجاب قرار سهل, انك تلاقيه قرار صعب. قرار صعب جدا, وانا شفت ناس كتير جدا عايشه بهذا القرار الصعب وحياتهم مش لطيفه. تمام, خلصتي. مع الاسف وقتنا خلص. بشكرك جدا يا دكتور, نورتنا النهارده. يا لمي ربنا يخليك. مشاهدينا بشكركم, اشوفكم بكره على خير ان شاء الله. يكون معنا الاستاذه الدكتوره سمر العمريتي. بشكر حضراتكم, السلام عليكم. كلام القلب يمس القلب ويهدي الروح يواسيها, وليه نحتار ما بين افكار مفيش اسرار نداريها. قلوب سمعت اكيد حسان.